السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد على القناة. كنتمنى ان شاء الله يلقاكم في احسن الاحوال، تكونوا بخير وعلى خير وتكون ان شاء الله اموركم كلها مزيانة. فيديو جديد كنتمنى ان شاء الله ينال الاعجاب ديالكم، خليكم معايا حتى الاخر وما تمشيو فين، غادي ندير بكم جولة في ليدل ونشارك معكم الجديد ديال هذا الاسبوع الحالي وبزاف ديال الحويجات اللي كنتو كتسولوني عليهم منزلينهم ان شاء الله هذا الاسبوع، فخليكم معايا حتى الاخر وما تمشيو فين. ما تنساونيش من لي لايك ديالكم، تعليقاتكم اللي كتخليو ليا دائما واللي كتزيد تدعمني، وبالنسبه للناس الجداد الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس باش ان شاء الله دائما يوصلكم الجديد ديالي. خليكم معايا حتى الاخر وما تمشيو فين. موالفه كنزل لكم الفيديو نهار الجمعه اولا الخميس، ولكن بما انه كاين الجديد ابتداء من الاثنين قلت علاش لا ما نشاركوش معكم، باش هكا اللي عاجبها شي حاجه ولا اللي باغيه دوك الحويجات تمشيو تلقاهم مازالين. المهم البنات كيف ما كتشوفوا معايا، اول حاجه كاينين تخفيضات في هاد الحويجات كاملين ديال الفطور، الكونفليكس ديال الوليدات الصغار، السيريال، هاد الشوفان، كلشي هاد الحويجات دايرين لهم تخفيض هاد الاسبوع. بزاف منكم اللي كيسولوني على الشوفان، مع انني كنوري لكم بزاف الفيديوهات ديال التقضيه في هكا في الجوالات ديال ليدل متواجد في ليدل، وهاد الاسبوع دايرين ليه غير 45 سنتيم كيف ما كتشوفوا معايا التخفيضات على كاع هاد الحويجات اللي خاصين بالفطور. من بين الهميزات ديال هاد الاسبوع هذا البنات، هاد الباكي هذا ديال القهوه اللي فيه كيلو ونص، يعني 6 ديال الباكيات من الحجم ديال 250 غرام رابعه، عشاق القهوه ولا لافاتسا غادي تلقاو هاد الهميزه هذه هاد الاسبوع غير ب 7.99 أورو، يعني 8 اورو كيلو ونص ديال القهوه كطلع اقتصاديه. خديت منها حتى انا باكيه البنات، كنبغي هكا القهوه تكون عندي ديما في الدار، فوق ما احتاجيتها كنلقاها عندي في البلاكار، وهذه راه ثمنها اقتصادي 7.99 أورو كيلو ونص ديال القهوه. دايرين حتى تخفيضات في الحليب، في الزيت، بزاف ديال الحويجات البنات، فهادشي ديال الماكله فيه تخفيضات مهمه هذا الاسبوع هذا. منزلين هاد الطحانه هادي، كنتو شفتوها عندي في بزاف ديال الفيديوهات وبزاف ديال الناس قالوا لي مني عاودوا ينزلوها، شاركيها معنا نزها. المهم هاد الاسبوع راه دايرين لها 19.99، عكس انا كنت خديتها في السوبر ويكاند في واحد السبت كانوا دايرين لها غير 15 اورو. المهم راه فيها اللوينات البنات، راه كاين انا كنت خديتها في الكحل، فيها الكحل الخضر الابيض الكري الاحمر، فيها كاع اللوينات، وكيف ما كتشوفوا معايا راه فيها بزاف ديال الريوس، كنطحن فيها القزبر المعدنوس الكرافس المهم الخضره وكلشي، فيها الراس ديال الطراب اللي كنطلع به البيض الكيك بزاف ديال الحويجات، وكاين الراس اللي كنطحن به لا سوب بحال هكا مباشره في الطنجره. المهم راه فيها رويسات مختلفين اللي تقدروا تخدموا فيها بزاف ديال الحويجات في الكوزينه. منزلين حتى هاد الطحان هذا اللي فيه غير راس واحد اللي كتقدروا تطحنوا به لا سوب، دايرين ليه 11.99 كيف ما كتشوفوا معايا، هذا فيه غير راس واحد ديال لا سوب البنات فقط، عكس الاولى اللي وريتكم راه فيها بزاف ديال الريوس، يعني كتقدروا تخدموا بها بزاف ديال الحويجات في الكوزينه. ثمنو 11.99، فمن الاحسن الاخرى لانها فيها بزاف ديال الريوس. والجديد ديال هذا الاسبوع هذا واللي بزاف منكم كتسولوني عليها هي هاد الشوايه هادي ولا الاله ديال البانيني، حيت هادي البنات فيها 3 في 1 كينزلوا بحالها ولكن غير اله ديال البانيني. هادي البنات هاد الاسبوع هذا فيها 3 في 1، بزاف منكم اللي سولوني عليها، كتقدروا ديروا فيها البانيني كما كتقدروا تفتحوها وكترجعوها شوايه تشوفوا قال الكفته الحوت الخضر اي حاجه بغيتوا. انا حاولت نقرب لكم الصوره ديالها باش تشوفوها مزيان، وراه اصلا الكرتونه مكتوب عليها 3 في 1، يعني اله ديال البانيني وشويه في نفس الوقت كيف ما كتشوفوا معايا. الثمن ديالها 39.99 40 الاورو، صراحه البنات هميزه، كانوا بزاف ديال البنات اللي خداوها وشاركوها معايا في الانستغرام. كما قلت لكم 3 في 1، كديروا فيها لي بانيني، كديروا فيها الكفته تشويو فيها، تقدروا طيبوا فيها حتى البطبوط معمر تسرحوها وديروها شويه. المهم عندها بزاف ديال الاستعمالات، ديما كينزلوها بنفس الثمن اللي هو 40 الاورو. الا مشيتوا هذا الاسبوع راه غادي تلقاوها حاطين منها كميه كثيره بحال هكذا.
منزلين حتى هاد الحويجات هادو ديال السيليكون اللي خاصين بالايس كريم ولا لا كلاص ولا جيلاتو. المهم البنات الثمن ديالهم 2.99 كل باكيو، وفيها شكيل كاينه اللي كتخرج هكا لا كلاص طويل كديروا فيها النكهات اللي بغيتو، كاينه اللي كتخرجوا على شكل دائري، كاينه اللي كتخرجوا على شكل كورني. المهم راه كل باكيه ومصور عليها الشكل اللي كتخرج ديال لا كلاص. الثمن ديالهم 2.99 كيف ما كتشوفوا معايا. توستا باني ولا الاله اللي كتسخنوا فيها الخبز ديال الساندويتش اولا حتى خبيزات صغيورين ولا لي بريوش الكرواسون، الثمن ديالها 17.99. كان سبق ليا شحال هذه خديتها وشاركتها معكم، وصراحه صدقات لي زوينه البنات. لحد الان كنسخن فيها الخبز الساندويتش لي بريوش كلشي، كنت خديتها انا تقريبا بشي 20 اورو. راه حتى هي في اللوينات فيها البياض الكحل الكري الخضر كاع اللوينات متواجدين فيها. كيف ما شفتوا معايا البنات منزلين بزاف ديال الحويجات اللي خاصين بالكوزينه هذا الاسبوع، ومنزلينهم ابتداء من يوم الاثنين. كاينه حتى هذه الاله هذه اللي دايره 17.99 فيها حتى هي 3 في 1 البنات، فثلاثه ديال الحديدات كتبدلوهم كتصايبوا بها لي ووفل كيف ما كتشوفوا في الصوره، كتسخنوا فيها لي ساندويتش. المهم اله ديال البانيني وديال لي ووفل في نفس الوقت، الثمن ديالها 17.99. فايسة واخده بحالها البنات، ولكن كتصايب غير لي ووفل وكتصايب شكيلات اخرين ديال هكا لي موتيف ديال لي تشامبيل لي صغيورين هكا القليبات صغيورين. راه كنسبق ليا وشاركتها معكم حتى هي لحد الان باقيه خدامه ليا مزيان. مره كنصايب فيها لي ووفل المالحين ولا الحلوين، وسبق ليا وشاركتهم معكم في القناه في شحال من فيديو. المهم هذا البنات هذا الاسبوع اله ديال البانيني وديال لي ووفل في نفس الوقت، والثمن ديالها كيف ما شفتوا معايا 17.99. مقراش ديال الضو كاين في جوج ديال اللوينات في الكحل وفي الابيض، الثمن ديالو 17.99. بالنسبه لهاد الحويجات البنات كاملين ديال الضو راه كتكون فيهم لا غارانتي ديال تري اني ديال 3 سنين، يكفي انكم ما تضيعوش داك الوريقه باش خلصتو اللي كتاخذوا في لاكيس وكتحتفظوا بها. فاش كتخسر لكم شي حاجه ولا هذا كترجعوا ديك الحويجه في الكرتونه ديالها مع السكونترينو ديالها، وراه كيقدروا يا اما يعوضوكم يا اما يعطوكم حاجه اخرى الا كانت مازال متواجده في الماغازينو. الفتره ديال التجريب ديال اي حاجه خديتوها ديال الضو كيقولوا لكم ما بين 15 يوم حتى لشهر. لي مول ديال الكيك صراحه غزالين في الشكل ديالهم وحتى اللوينات ديالهم، كاين هذا ديال القراصه اللي كيتحل من الجن، وكاين هذا المربع على شكل دائري وعلى شكل مربع، صراحه زوينين وحتى الثمن ديالهم البنات رخيص ما غاليينش، دايرين 4.99 اورو. صراحه حمقوني ولكن عندي بزاف ديال لي مول في الدار ما زعمتش انني نهزهم، زوينين مره كيجيبوهم وكيجيبوهم حتى في الالوان، غير اليوم حاطين غير لوين واحد. منزلين حتى هاد الشبيكه هادي اللي خاصه بحال هكا تبغيو ديروها في الحوض ديال غسيل المعان، تغسلوا فيها بحال هكا الخضراء، تغسلوا فيها الديسير، تغسلوا فيها شلاضه، زويون الشكل ديالها، كتكون حتى في ايكيا، والثمن ديالها تقريبا نفس ثمن ايكيا 7.99 اورو. زوينه البنات راه كتحل من الجل وكتحطوها فوق الحوض ديال غسيل المعان وتغسلوا فيها اللي بغيتوا. منزلين حتى هاد الشبيكات ديال السيليكون اللي كيتعاودوا يتجمعوا سالفا سباتيو اللي ما كياخذوش بزاف ديال المساحه في الكوزينه، كاينه هادي ديال الماعن اللي كديروا فيها الماعن يتسقطروا، كاينه الشبيكه اللي كترجع بحال الشكل ديال الكسكاس. المهم كاينين بزاف ديال الحويجات البنات هاد الاسبوع، حاولت نصور لكم الحويجات اللي غادي يعجبوكم. كاينين حتى هاد الماس فيهم الصغار الكبار، فيهم الموس المنشار، فيهم الموس الكبير، المهم راه فيهم شكيلات بزاف كيف ما كتشوفوا معايا، داير لهم 2.99 اورو الباكيه. كاينين هاد الصغيورين ديال الخضره. المهم البنات راه كما قلت لكم كاينين بزاف ديال الحويجات هاد الاسبوع، حاولت نصور لكم الحويجات اللي عجبوني انا واللي غيقدروا يعجبوكم حتى نتوما. حاطين حتى هاد الطبيصلات والزليفات وليطاس
غزالين البنات في الشكل ديالهم. كل باكيه فيها جوج ديال البياسات، مثلا هذه الباكيه الاولى فيها جوج ديال لي طاس ديال القهوه ولا الكابوتشينو ولا اتاي، شكلهم زوين البنات ويجيو حتى هكا مع التايم ديال رمضان مع المعنات ديال رمضان، شكلهم زويون. كاين حتى الزليفات كيف ما كتشوفوا معايا فيهم الوان مختلفه، وكاين ها هما الزليفات قربتهم لكم، لقيت واحد الباكيه محلوله، شفتوا الشكل ديالهم زوين ديال البديع. فيهم الطبيصلات، باكيه فيها يمكن جوج ديال الطبيصلات، فيهم زليفات، فيهم هكا لي طاس ديال الكابوتشينو ديال اتاي، الثمن ديالهم يمكن شي 4.99 €. المهم هادو هما الحويجات اللي قدرت نصور لكم هذا الاسبوع، زائد كاينين الحويجات ديال الوليدات الصغار اللي يلاه زايدين، كاينين الصنيدلات، التقيشرات، كاين البيجامات، كاين بزاف ديال الحويجات كما قلت لكم البنات هذا الاسبوع. حاولت نصور لكم داكشي اللي عجبني واللي يقدر يعجبكم وتستافدوا منه حتى نتوما. حد هنا غادي نحبس معكم الفيديو ديال هذا النهار. انا عارفه بزاف ديال البنات اللي كيعجبهم هذا الفيديو هذا اللي كندير فيه جوله في ليدل، عارفه بزاف ديال المتتبعات عندي في القناه كيعجبهم هذا النوع هذا ديال الفيديوهات. ما تنسونيش من لي لايك ديالكم، تعليقاتكم اللي كتخليوا لي دائما، الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس باش ان شاء الله دائما يوصلكم الجديد ديالي. بالسلامه عليكم ونهاركم مبروك، حتى الفيديو الجاي ان شاء الله.